السلام عليكم يا أصحابي، عاملين إيه؟ النهاردة هناخد حرف جديد وهو حرف القاف، وهنتعلم كمان إزاي نعمله بالطين الصلصال. بس الأول نفتكر اللي إحنا عملناه في الحلقات اللي فاتت. حرف ألف ب ت س ج ح خ د ز ر واو س س ص د ط ز ع غ ف ق. النهارده بقى هنتعلم حرف القاف. هو فين؟ فين 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 فين؟ اهو انا لقيته، بس هو عنده نقطتين هنا وكمان من فوق. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي بالطين الصلصال. هنعمله بقى بلون ايه؟ تعالوا نشوف. هنعمله بلون الموف. بصوا حلو ازاي، تعالوا نفتحه ونشوف. الله ده حلو قوي. تعالوا بقى ناخد حتة صغيرة. واوعوا تنسوا ان حرف القاف هو الحرف 21 من الحروف العربية اللي بتتكون من 28 حرف. الله دي طلعت جميلة قوي. تعالوا بقى نعمل النقطتين. واو الله طلعت نقطة جميلة قوي. وكمان هنعمل نقطة تانية. الله طلعت نقطتين حلوين قوي. يا ترى بقى نحطهم فين؟ ان هو صح، برافو عليكم. تعالوا بقى نشوف حرف القاف عبارة عن ايه. حرف القاف يا اصحابي عبارة عن دايرة صغيرة من فوق، ونحط في اخرها طبق كبير، ونحط النقطتين من فوق، نحط النقطتين فوق الدايرة. تعالوا نقولها مرة كمان. حرف القاف عبارة عن دايرة صغيرة من فوق، ونحط في آخرها طبق كبير، وبعد كده بنحط النقطتين من فوق الدايرة. برافو عليكم يا أصحابي. تعالوا بقى نحطها جنب أخواتها. كده عندنا ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق. برافو عليكم يا اصحابي، انتوا طلعتوا شطار. باي.